نريد أن يفتح لنا رواق، تفتح لنا اللجنة الوطنية أو الوزارة الوصية رواق يخص بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أننا لسنا قصر، نريد أن نسير أموالنا بأنفسنا، لا نريد وصاية من أحد، نريد أن يكون لنا رواق يخص الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. مستوى الابتدائي المتوسط الثانوي، ولكن الأسلاك المشتركة لا يمثلها أحد. نطالب بتعديل المادة 9 ليكون فيها أعضاء لجان من الخدمات الاجتماعية يمثلوا الأسلاك المشتركة لكي يسيروا أموالهم ويراقبوها بأنفسهم.